على راحتك. ميكروفونك شد حالك. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم في عنا ملحد مميز، ملحد يعني بالنسبة لي شخص رائع كثير مهم، هو الملحد الأمازيغي كريم العبيدي، يعني نار على علمه ما فيني أنا أعرفه، هو يعني الناس كلها بتعرفه وأنا أقل منه أعرفه، فدعونا نرحب به. أهلا وسهلا بك أخي عبيدي. أزول في اللون، أهلا وسهلا، هذه التحية الأمازيغية، أزول في اللون، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أخي عبيدي. يعني مثل ما تعودنا بطاقة تعريفية، تعرف على شخصك الكريم. باهي نعرف بطريقة مختصرة. اسمي محمد كريم العبيدي، الاسم بتاعي باش نبدله طبعا باش نولي اسمي ماسين العبيدي، من شمال افريقيا، امازيغي تونسي، ابلغ من العمر تقريبا 50 سنة، قريبا 50 سنة، نص قرن يعني تقريبا. دراستي كلها دينية، درست يعني الدين في إيران وسوريا، ثم توصلت إلى أن الإسلام عبارة على إيديولوجية قومية ليس لها أي علاقة لا بالدين ولا بالروحانيات، يعني هذا بصفة عامة المسيرة متاعي. طيب يعني نحن بنعرف انه يعني سيرتك الذاتيه معروفه بصراحه، يعني وانت كررتها كثير، بس للمشاهدين اللي يعني ما بيعرفوا سيد كريم، فهيك حدثنا عن نشاتك الدينيه وتاثير الوسط الاجتماعي عليك. في الحقيقة أنا معناتها من أسرة في الأصل هي أسرة عادية، يعني ما يسمى بالإسلام التقليدي، ودم يعني دخول ما يسمى بالإسلام السياسي داخل الأسرة عن طريق بعض أخواتي، ومن هناك يعني أصبحت وقعت في وسط العائلة عبارة على ثورة إسلامية داخل الأسرة، وتحول كل شيء من إسلام تقليدي عادي إلى إسلام سياسي. ومن هنا يعني من اللي أنا صغير أعقل معناتها جدا صغير، وجدت نفسي في الإطار الإسلامي، ما يسمى بالصلاة والذهاب لل يعني للمحاضرات وغيرها من تلك الأمور، وهذا الوضع الذي معناتها عشته ما يسمى بالثورة الإسلامية المصغرة، وقع اختلاف في العائلة ويسمى انشطار في العائلة، خاصة من طرف والدتي التي كانت يعني ضد فكرة الإسلام السياسي، وعملت على أن يعني تنقذنا من هذه الورطة، وأنا معناتها كنت وقتها صغير جدا، أخذتني إلى فرنسا، ولكن مع الأسف لم تنقذني، لأن في فرنسا اتبعت ما يسمى بالمذهب الشيعي، وذهبت إلى إيران لدراسة العلوم الدينية، وهناك درست التشيع، وذهبت إلى سوريا أيضا درست التشيع، ووصلت إلى مرتبة دينية لا بأس بها، لكي أبدأ لكي أحضر ما يسمى بالرسالة الاحتياطية ليس العملية، لكي تصبح مجتهد أو مقلد. ولكن في تلك الفترة يعني في تلك الفترة وقعت ما يسمى عملية تغلغل للشيعة في شمال إفريقيا، وكنت أنا معناتها من المشاركين في تلك العملية، وتغلغل داخل الحركات ما يسمى السنية، خاصة النهضة التي هي معروفة الآن اللي كانت اسمها الاتجاه الإسلامي، ولأني كنت مقرب من القياديين هناك، وتم نتيجة هذه العملية للقضاء على ما يسمى محاولة انقلاب على نظام الحكم في تونس وقتها في عهد بورقيبة، ونتيجة هذه العملية تم إلقاء علي القبض، وهناك بدأت أفكر في علاقة الدين بالسياسة. في الحقيقة أنا نتطرق لهذا الموضوع، أول شك يعني وقع لي هو ما هي علاقة الدين اللي هو عبارة على روحانيات بالسياسة، ومن هنا
بدأت شك وبدأت ما يسمى بمسيرة الشك. إذا هذا هو طريق عمل، ومن ذلك الوقت بدأت أراجع الإسلام، هل له علاقة بالسياسة أم لا؟ وهنا توصلت إلى أن الإسلام الأول والأصلي هو سياسي بأتم معنى الكلمة. هذا بصفة عامة. طيب يعني إذا وصلنا مرحلة الشك، ما هي مراحل الشك يعني اللي مريت فيها، وكيف وصلت لليقين أنه الدين أو الأديان بصفة عامة هي خرافة؟ في الحقيقة الشك هو عمل غير إرادي، يعني الإنسان ما يجيش يقوم الصباح يقول أنا باش نشك في هذه الفكرة أو باش نشك في هذه الفكرة، هي عملية ما يسمى بحث وتفكير ومراجعة للأفكار على مدة طويلة. يعني مثل الإنسان لا يتذكر متى تعلم يكتب أو متى يتعلم يقرأ، فما أشياء تقع على فترات طويلة. حتى الإلحاد أو الوصول إلى الإلحاد لا يكون يعني بعصا سحرية نقوم الصباح أنا اليوم ملحد، لا، وإنما هي قناعات وتراكمات داخلية مع الوقت نتيجة بحوثات. مثلا أنا لو ألخص بعد طول هذه الفترة المراحل التي أدت بي إلى الإلحاد، ليس بمفهوم الإلحاد يعني الابتعاد عن الحق، وإنما بمفهوم التحرر من الموروث التقليدي والموروث الفكري. لأن في الحقيقة كل إنسان عنده تجربة خاصة في الإلحاد، وكل إنسان يوصل إلى نوع من الإلحاد. المهم أنا أول ما وقع لي الشك هو ما علاقة الدين بالسياسة، هذا هو الشك الكبير الذي وقع لي يعني عام 87. معناتها بعد هذا الشك دمت 10 سنوات وأنا أبحث في هذه المسألة 10 سنوات، واكتشفت في السنوات الأولى أن الإسلام الأصلي الذي جاء به محمد هو عبارة على قومية عربية ما أخذت غطاء مقدس وديني من أجل نشر العروبة باسم الدين. يعني ليس لو ننظر للإسلام كل التقاليد الذي فيه هي عادات وتقاليد عربية لا غير. يعني الإسلام هو بحد ذاته الصلاة، الحج، الصيام، يعني هي تقاليد عربية مأخوذة طبعا مع أديان أخرى، معناتها مسروقة من أديان أخرى، وتكونت ما يسمى بالدين الإسلامي الذي هو في الحقيقة قومية عربية متسترة تحت اسم المقدس. فعندما اكتشفت هذه الحقيقة ابتعدت على الإسلام السياسي واتبعت ما يسمى بالإسلام الصوفي، لأن بعد الإسلام ظهرت حركات صوفية وحركات دينية تبرأت من الفكر ما يسمى الإسلامي الأول ومن الفكر الإسلامي العروبي، وبدأت تكون نوع من الإيمان ليس له علاقة بالإسلام الأول. ومن هنا عندما اتبعت تلك الإسلام الصوفي اكتشفت يعني في آخر مرحلة الصوفية إن مسألة الإيمان بحد ذاتها هي مسألة شخصية. لأن نتذكر أنا عند أحد الشيوخ يعني الصوفيين قال لي يعني قولة معناتها أتذكرها جيدا، قال لي أنا لا أريك الطريق وإن أنا لا أستطيع أن أريك طريقي، وإنما أساعدك على أن تجد طريقك أنت. من هنا في الصوفية تعلمت أني يجب أن أكون ذاتي، وعندما وليت ما عادش نخاف، يعني ما يسمى تكسر حاجز الخوف، لأن علاقة الصوفي مع الله هي علاقة ليس خوف، هي علاقة حب. يعني بالحب وصلت للإلحاد، عندما حبيت روحي وحبيت اللي حولي وحبيت الله، حتى أني في أحد الأدعية معناتها وأذكرها يعني الأدعية أقول لو أدخلتني نارك لأنادين زبانيتها إني أحبك إني أحبك. يعني الحب هو الطريق الوحيد. عندما تتعلم تحب، المشكلة للإسلام ماذا يعلمنا من الصغر؟ الكره والنفاق، حاجتين أساسيين، أن تكون منافق وأن تكره الآخرين. عندما تتخلص من الكره الآخر
وتتعلم معنى الحب الحقيقي تصبح إنساني، وعندما تصبح إنساني تستطيع أن تتعايش مع الآخرين. هذه هي معناتها الذي أوصلني، وفي الحقيقة يعني معناتها وقت وصلت للفترة هذه اكتشفت في الحقيقة أن الله الذي هم يبحثون عنه فوق العرش وفي السماء وما عارفين وفي الكعبة هو في داخلنا احنا، الكون، الوجود. اي كما يقول الحلاج، اينما اكون انا لا يكون الله، عند اينما يكون الله لا اكون انا. يعني من هو الله؟ الله هو نحن، انا وانت. هذاك علاش يعني وصلت النتيجة، قلت حتى حد ما رب حد، كل واحد رب نفسه. هنا يعني وصلت للإلحاد. هذا يعني ملخص المسيرة. برافو. يعني بالفعل انت كما قلت، يعني الحب هو يوصلنا للحقيقة يعني. والإسلام ما قدم غير الكره والبغضاء والحقد بين الناس والنفاق. كلمة حب ليس موجودة في الإسلام، كفر. لا توجد بكل تأكيد، لا يوجد حب يعني. لا، بس أحب الله ورسوله يعني، بس بهالشخصين. أخي كريم، يعني كيف أعلنت إلحادك؟ يعني ما بعرف إذا بتقدر تشرحها أنت. أنا في الحقيقة أنا عندما ألحد تركت ذلك بيني وبين نفسي، وقلت هي مسألة شخصية. ولكن وقع حدث إن في تلك الفترة إن والدتي يعني أمي مرضت بالسرطان، وقال لها الطبيب إنك يعني معناتها ماكش باش تعيش إلا 3 أشهر فقط. ونعرف اللي أمي كانت تحبني كثير، وهي معناتها هزتني لفرنسا باش تهربني من الإسلاميين، ولكن أنا اتبعت ما يسمى بالإسلاميين. وفي تلك الفترة عندما رجعت أنا لفرنسا، هي طلبت مقابلتي وهي في المستشفى، فسألتني، فهمت؟ قالت لي ما هي علاقتك مع الإسلاميين؟ يا أخي قلت لها رو انتهيت مع الإسلام كليا. ونجم أقول لك حاجة، يمكن أنت توا على فراش الموت، فهمت؟ وهي وقتها مازالت ما تعرفش اللي هي بالسرطان، وحتى واحد من العائلة ما أراد أن يقول لها، وأنا تبرعت لكي أقول لها. قلت لها أنا باش نقول لك زوز خبرات. الخبر الأول أني أنا لم أعد أؤمن بالله، ونحب نعرف شنو ردة فعلك. هي قالت لي قول، فهمت؟ قلت لها عندي زوز خبرات، خبر يخصني أنا وخبر يخصك أنت. باش نبدأ بالخبر الأول ولا الثاني؟ قالت لي ابدأ بالخبر اللي يخصك أنت. قلت لها أنا ما عادش أؤمن بالله أصلا، فهمت؟ أنا تصورت معناتها باش يكون رد فعلها يعني عنيف، ولا هي رغم اللي هي متفتحة جدا يعني تكره الإسلاميين، رغم اللي هي معناتها مسلمة تقليدية، فهمت؟ قالت لي يعني الآن نجم نموت مرتاحة. واو. قلت لها علاش؟ قالت لي نفضلك تكون ما تؤمنش بالله على أن تكون إسلامي، فهمت؟ يعني انا تصدمت يعني معناتها كيفاش قالت لي معناتها القول. راه في الحقيقه ردة فعل والدينا ما نجموش نتصوروها. فما اشخاص يخلقوا خيال لروحه، يقول لك تو كي نقول لامي، راهي الام، خاصه الام مهما تقول لها باش تقبلك، مهما تقول لها الام ما تنكرش ولدها. يمكن الاب يكون عنده موقف، فهمت؟ ولكن الام دائما لا، معناتها ديما تغزر مصلحة ولدها، تحب سعادة ولدها، فهمت؟ هذه مسألة. قلت بعد قلت لها الخبر الثاني، فهمت؟ قلت لها راك مريضة بالسرطان وراك باش تموت بعد 3 أشهر. يا أخي معناتها ما قالت لي شيء، قالت لي احنا كنا باش نموتوا، فهمت؟ أما قالت لي كلمة، قالت لي أنا حياتي كاملة معناتها خدمت عليكم وتعبت عليكم وكذا، وفي الاخر باش نموت بالسرطان، اذا حتى انا نؤمن باللي تؤمن به انت. واو. يعني بصراحه يعني اخي كريم، انا يعني تفاجات حتى بالجواب تبع الوالده. يعني انا تفاجات انه ام ومسلمه يعني
تعطي هالجواب هذا. فجد انا بذاتي متفاجئ، وانا اشجع كل الناس اللي مثلا يخافوا انه يقولوا لاهلهم ان احنا ملحدين، انه يا اخي ممكن اهلك هن نفسهم يكونوا ملحدين، فلا اجهروا يعني، قولوا احكوا حتى يعني تستوعبوا الناس اللي حواليكم ويستوعبوكم. اكيد اكيد اكيد. ومساله اخرى، معناتها الام تفضل ولدها ملحد ولا يكون مع داعش، يموت لها. بالضبط. فهمت؟ اذا معناتها هذا هو كان الموقف، وبالفعل هي رجعت لتونس ومعناتها وماتت قبل الوقت، يعني قبل الوقت المحدد، وانا كنت في فرنسا. فعندما انا سمعت بموتها عدت بسرعه الى تونس، وهناك عندما دخلت للمكان يعني في البيت نلقاهم جماعه حاطينها ويقراوا عليها في القران. هناك اعلنت الحادي، علمت إرحادي بطريقة مفاجئة، أني قمت أصيح على هذوكم الذين يقرأوا القرآن، قلت لهم 1400 سنة ربكم أنتم تقرأوا في القرآن، كان مشيتوا تعلمتوا علم ينفعكم باش تخلصوا البشرية من الأمراض متاعها، وعملتوا حاجة مهمة، ولا قاعدين تقرأوا في القرآن. وبالفعل يعني ردة الفعل متاعي الناس الكل يعني قبلوها. علاش؟ قالوا هذا يعني غضبان على خطر أمه ماتت. فهمت؟ يعني خذوها ما صدقوهاش، يعني الوالد نتاعي والعائله نتاعي ما صدقوهاش. فهمت؟ قلت لهم انا ما عادش نؤمن لا بقرانكم لا بربكم لا بحد شيء. فهمت؟ اذا بعد تم دفن الوالده نتاعي وتمت يعني العمليه، يعني العباد صدمت، ولكن لم يفعلوا شيء، معناتها يسخيبوني باش نتوقف عند ذلك الحد. ولكن انا وصلت في هذيك المساله، ومن هنا بدات المشاكل وانقسمت العائله. وباش ما نطولش عليك، يعني وقعت مشاكل كبيرة خاصة مع الوالد نتاعي، 17 سنة تقريبا يعني عندي مشاكل معاه على المسألة هذية. ولكن في الأخير، في الأخير والد نتاعي قبل شهرين في رمضان الأخير، فهمت، طلب من أحد العائلة أن أتصل به وأن يطلب مني وطلب مني أن أسامحه، وقال لي هذا الدين الذي دمر العائلة أنا ما عادش نؤمن به. والدي في التسعينات، في التسعينات قال انا نؤمن بالله فقط، ما عادش حاجتي بحتى دين. فهمت؟ وانا كنت خايف لا يموت وما نحكيش معاه، وهو نفس الشيء. فهمت؟ يعني في الحقيقه الان بعد 17 سنه من مشاكل، نجم نقول لك كل اخواتي اصبح خرجوا من الاسلام، ما نقولكش كلهم ولاو ملحدين، اما اكثرهم ربويين، اعمامي عائلتي كلهم أولادهم وأولاد أولادهم ولاوا يا أما ربوبيين يا أما لا أدريين يا أما ملحدين. وأصبحت يعني العائلة يعني ولات معناتها كل واحد يقبل الآخر، كل واحد ولينا معناتها أنت تحب تصلي، أنت تحب تشرب، تصور يعني دا السجادة والآخر قاعد يشرب وعاج. Well done. برافو برافو. يعني العائلة تبدلت كليا، وأصبحنا يعني نضحكوا مع بعضنا ونلعب. يعني تصور 17 من اللي دخل الإسلام لم نعرف الضحكة، عرفنا كان المصايب والكره والواحد، يعني هذا الكل باسم الدين، باسم الإسلام، لكي أركز، الإسلام ليس الدين، لأن هناك أديان ليس فيها هذه الأشياء. إذا هذا هو طريقة معناتها التي تم فيها إعلان الحادي، ليس سهلة. ولكن انا قلت افضل، لان قلت في الحقيقه معناتها فكرت مع نفسي، هي صارت بالصدفه، ولكن لماذا وصلت؟ قلت انا الاسلام علمني النفاق والالحاد. والالحاد ما هو الالحاد؟ ان تكون نفسك، ان تكون ذاتك. رغم الاسلام عمره ما كان عنده مشكله مع الاخلاق، تجب تعمل اللي تحب، تجب ان عصيتم فاستتروا، اعمل اللي تحب، ولكن استر، خبي، تنجم تعمل اللي تحب. لكن مع الإلحاد تعلمت حاجة، أني أفكر وأقول رأيي بكل صراحة، بكل صراحة. إذا الإنسان الذي يصبح ملحد أو ربوبي أو لا أدري ولا يعلن إلحاده، بالنسبة لي ما زال فيه بقايا من بقايا الإسلام. أنا لا أطلب من الآخرين أن يدعوا أهلهم أو أبوهم للكفر، لا، وإنما أن يقبلوا بهم كما هم، يعني باش يقبلوهم كما هما،
يعني أنا كملحد أو ربوبي أو لديني أريد عائلتي أو أهلي أو أصدقائي يقبلوني كما أنا. على خاطر فما بعضهم يقول لك أنا ما نقولش على خاطر نحبهم، لا تكذب، ما تحبهمش، كان جيت تحبهم ما تنافقهمش، لأن اللي يحب ما ينافقش. إذن هوني الملحد أو اللاديني هو في الحقيقة عندما لا يصدقائه فهو ما زال يحتوي على بقايا الإسلام. هذه وجهة نظري طبعا، وأنا أي فكرة أقولها هي وجهة نظري الخاصة، لا ألزم بها أحد. بكل تأكيد أخي كريم، بكل تأكيد. أنا صراحة أحييك على هالموقف، يعني الشجاع، يعني إنك تدخل بين في جنازة والأهل كلهم موجودين وتعلن إلحادك وتغير في 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 العائلة كاملة. هذا موقف شجاع، يعني أنا بتمنى كل ملحد يفكر بهالطريقة، يعني إنه هو ممكن يغير العائلة كاملة. صحيح أنت لا تفرض عليهم أن يلحدوا، ولكن تفرض عليهم أن يقبلوك على الأقل. أخي كريم، بيجينا هون السؤال يعني بنفس الإطار، برأيك هل من المهم أن يجهر الملحد بإلحاده، وما هي أهمية الإجهار برأيك؟ تفضل. بالنسبة لي لا يمكن أن تكون ملحدا ولا تجهر بإلحادك، لا يمكن، لا يمكن أن تكون ملحد، لأن الملحد هو إنسان يعني صريح، إنسان غير منافق، إنسان مباشر. لا يمكن أن تسمي نفسك، بل أقول فهمت، من ترك إلحاده في السر فهو بالنسبة لي مسلم منافق، وهذا ما قال الإسلام. من هو ملحد ولا يعلن إلحاده ما يسمى في الإسلام، يسمى منافق، وهو في الدرك الأسفل من النار، في مصيبة زرقاء. لو مخلص مع الملحدين ولا مع المسلمين؟ لا مع المسلمين، لا مع الملحدين، في الدرك الأسفل من النار. يعني شنو يعني؟ معناتها مصيبة. صحيح. يعني في الحقيقة ما قيمة الحياة؟ هي الحياة، هو ملحد، ملحد يعني أنا كملحد يعني يؤمن بهذه الحياة، يعني جنتي هي حياتي، فلماذا أعيش الذل في الحياة الوحيدة الذي عندي، وأعيش النفاق في الحياة الوحيدة الذي عندي، وأعيش الخوف والرعب؟ هني أنا عشت في جهنم، هوني هني خلقت نفسي أني باش نفطر نخبي، أني باش نعمل كل حاجة نخبي، أني نضحك في وجه والدي وأنا نكذب عليه، وهني نقول له صليت وأنا ما صليتش. يعني شنو العيشة؟ شنو الفرق يعني من بينه؟ يعني أنا الملحد الذي لا يعلن إلحاده أو الربوبية أو اللاديني بصفة عامة، بالنسبة لي خلق جهنم في حياته وضيع حياته الأساسية. وهذه فكرة البر بالوالدين والخرافات هذه، فهمت، تاع خايف على والدي وعلى الواحد، هذه كلها من بقايا الإسلام، فهمت، لأن والديك، فهمت، والديك لازمك أن تكون واضح معاهم، مباشر معاهم، لازمك معناتها تكون واضح، تقول لهم هما عندهم الحق يؤمنوا. هذه مشكلة، أن الناس تفكر أني وقتها باش نعلن الإلحاد يعني كاني باش ندعوهم. راهو الوالدين، الأب ولا الأم، مهما كانوا، فهمت، خطر هي راهي الصدمة الأولى، الصدمة الأولى. صحيح. لماذا؟ لأنهم لم يسمعوا بذلك من قبل. ولكن عندما أنا أعلن وأنت تعلن وأنت تعلن وأنت تعلن وأنت تعلن، هذا الخبر يصل للعائلات. أنا أتصور عام 97 و98 كان الأمر أصعب من الآن. يمكن تقول للوالد نتاعك ملحد ما يفهمكش شنو معناها ملحد، فهمت، يمكن ما يفهمكش يعني، وتنجم يعني. وفي الحقيقة كل إنسان يعرف عائلته، يعني مش أنا باش نجي نقول للإنسان كيفاش باش يعلن إلحاده، تنجم أيضا 20,000 طريقة، فهمت. مثلا أنا ما نجيش قلت لهم، فهمت، الله مش موجود في الأول، قلت لهم الرب نتاعكم، قلت لهم ما نؤمنش به، الرب نتاعكم يعني في الأول، قلت لهم الرب نتاعكم ما نؤمنش به. يعني فما طرق عديدة، فهمت، باش تبين لهم اللي انت راك مختلف عليهم. وفي نفس الوقت لازمك زادة تلتزم، خاطر الوالدين راهو اكثر شيء يخافوا. هم علاش يخافوا الوالدين؟ يقول لك عندهم فكرة في مخهم اللي غرسها الاعلام، انه الانسان عندما يكفر
يعني يصبح يسرق، يصبح يقتل، يصبح يعمل، يعني ما عادش عنده أخلاق، وهذا غير صحيح. هذا الفكر غير صحيح، هذا لازم يتبدل. إذا الولد عندما يعلن إلحاده مش يمشي يدخل لهم نهار كرس كران وهاي أنا ملحد ونتكيف في الحشيش وأنا ملحد وأنا حر وأنا نعمل الحد. مش هذا أسلوب، فما أسلوب إنساني. كي أنت تكون إنسان متخلق ومحترم في وسط العائلة متاعك، عندما تقول لهم أو ظهر لهم اللي أنت ما تؤمنش بالأفكار متاعه، ما متصورش أن فما أم خاصة أم ولا أب فهمت يخاف على ولده، خاطر هو يخاف عليه في الحقيقة أنه ينحرف ويمشي للإجرام ولا يمشي لحاجة أخرى. ولازم يحطوا للعائلة بتاعهم، وهذه معناتها نقطة مهمة، أنه فهمت يفهموهم شنو الإسلام. تقولوا تحبني نولي مسلمة؟ أي نمشي نجاهد نولي داعشي. خلاص تحبني مسلمة؟ خليني نمشي داعش. طيب يقولوا له لا امشي كافر. أحسن. كافر أحسن. خليك كافر أحسن. نعم بالضبط أخي. يعني أنا بصراحة أنا من مواليد 70، أنا والدي كان شيخ يعني يدرس القرآن، كان عمري 14 سنة لما قلت له يا والدي أنا ملحد، لأمي للعائلة كلها كانت تعرف. أنا لم يعني كنت صغير لا أوعى أنه مسألت أنه راح يكون رد عنيف ولا غير عنيف، بس لأنه كنت واضح يعني أنا هذا أنا تقبل. هذا الملحد انك تكون انت بالضبط. هذا الملحد بالضبط. لماذا ملحد ان لا تكون انت؟ لماذا ملحد؟ اذا نتبع اشياء اخرى، ما تقولش ملحد، تقول شيء اخر. بكل تاكيد يعني انا لم اكن اتوقع انه والله راح يصير رد عنيف ولا غير عنيف. انا قلت لهم هيك، وكان كتب وقتها كان عنا بما انه كان النظام السوري كثير قريب للاتحاد السوفيتي، فكان في كتب شيوعية قرأت فيها لماركس وهالكتب هاي، فيعني يعني ما كان في ردة فعل عنيفة أو شيء، تقبلوني كما أنا يعني ومشيت الأمور. وأنا لما كنت أضايقهم يعني أنه أفرض رأي عليهم والرايحة جاي أحكي لهم والله على الحاد ولا شيء، لا لا لا، كل واحد بحاله. هذا هو المطلوب. احنا ما نش نطلبه. بعض كثير يقول احنا معناتها نريد ان نجعل الناس يلحدوا. احنا مش مشكلتنا يلحدوا ولا ما يلحدوش، انا نحب انا يعترف بي كأنا كموجود. تلحد ما تلحدش، تؤمن بحجره، تؤمن باي شيء اخر، مش مشكلتي انا هذيك. انا اؤمن بنفسي، انا اؤمن بالكون، انا اؤمن بالعلم. انت تؤمن بشيء اخر، انت حر. اعترف بي وخليني انا حر على روحي وانا خليك حر على روحك فقط. صحيح صحيح. كنا عم نحكي أنا وأنت قبل اللقاء هذا يعني البديل للأديان. يعني أنت كان عندك فكرة أنه كل إنسان يكون بإلحاده الوطني، خلينا نقول، أو يعني لو تحدثنا بهالإطار هذا، هيك توسع لنا بهالإطار هذا، تفهمنا كيف البديل الوطني، خلينا نقول. في الحقيقة لازمنا معناتها نفهموا حاجة عندما نرجعوا للتاريخ، كما معناتها قلت لك نظن قبل ما الحلقة، إن الإسلام ليس إسلام، هو قومية عربية ماخذ غطاء مقدس. لو نعود لكل العبادات والأشياء اللي موجودة في الإسلام نلقاها كلها عادات وتقاليد عربية، من الوضوء، من الصلاة، فهمت، يعني عربية، يعني معروفة في الجزيرة العربية، بما يمكن مأخوذة من الفرس، من الصابئين، من الزردشيين، من غيرها، من كل شيء. الدوران حول الكعبة، كل شيء، الإرث، كل ما يسمى في الإسلام من أحكام شرعية أو دينية هي حاجات متعارفة. محمد لم يأتي بشيء جديد، محمد وجد مجتمع مختلف متنوع. هو رأى محمد لم يتم يعني محاربته لأنه يدعو للإسلام، لأن المجتمع المكي في ذلك الوقت يعطي الحرية لكل إنسان. كانت هناك حرية، أنك كان حول الكعبة 360 إله، كل واحد عنده الإله متاعه. هما حاربوا محمد عندما محمد رفض التعددية وأراد أن يفرض فكرة وسفه آلهتهم. يعني محمد
حورب لأنه ضد، لأنه جاء لكي يمنع الحرية. محمد أخذ المجتمع العروبي متاعه ومال لبعض الأفكار، فهمت يعني، فما هناك أفكار مختلفة ما كون هذا في حالة أنه جد، يعني احنا نتكلم على محمد كما وصل إلينا اليوم، كما وصل إلينا اليوم هو عبارة عن معناتها إمبريالية تريد أن تعرب العالم. فعندما دخل، أنا دائما أقول إنها دخلوا لكي ينشروا الإسلام، وإنما المسلمين دخلوا لكي يعربوا شمال إفريقيا. فما فرق من بين معناتها عرب جاءوا باش ينشروا الإسلام، ومن بين مسلمين جاءوا لكي يعربوا المجتمع الشمال إفريقي ويعربوا الشعوب الأخرى. إذن شنو وقع عنا احنا في المجتمعات، ما يسمى بالمجتمعات الإسلامية، ان اصبحت ليس لنا هوية، فاصبح الإسلام هو، لهذا نجد صعوبة في الخروج عن الإسلام، لان انسان ابني يعني الإسلام جاء قتل ابونا وامنا واستبدانا، كانوا ايتام. إذا ما هو الحل بالنسبة لي؟ حسب رأيي الشخصي، تقول معنا الذي حاربت الإسلام المسلمين 40 سنة، 40 سنة في شمال إفريقيا حاربت. عندما سألوها قالوا لها راهو العرب جايبين بدين جديد والله، قالت من هو الله؟ قالت أنا لا أعرف ربا إلا رب الأرض، لا أعرف ربا إلا رب الأرض، هي اللي ولدتني وهي اللي خرجت عليها وهي اللي تربيت عليها، ما يسمى حق الأرض، وأنا أدافع عن ربي اللي هو الأرض. ومن هنا فهمت لازم عندما فما مشكلة كبيرة عند الملحدين بصفة عامة واللادينيين، يعني يصبحوا دينيين وما زال يتكلمني بالعروبة. أنا أتعجب، أتعجب واحد مصري ما زال يتكلمني بالعروبة، متى كانت مصر عربية؟ أو واحد سوري ويتكلمني بالعروبة؟ لماذا؟ هل سمعت الجيش العربي السعودي؟ هناك جيش عربي سوري، جيش عربي مصري، علاش؟ علاش يحطوا يزيدوا كلمة عربي؟ لأنهم يعرفوا رواحهم مش عرب، والوطن العربي يا أي، يعني معناتها يعرفوا رواحهم مش عرب، هذاك الجمهورية العربية السورية، علاش ما سميوش معناتها المملكة، يعني العربية السعودية، العربية السعودية هي العربية السعودية فقط. ما نعرفوش مغرب عربي إلا هي معناتها منطقة مكة والمدينة. إذن هنا حبيت نقول الإنسان لا يمكن، لا يمكن، هذه طبيعة البشر، طبيعة البشر أنه لازم يكون عنده كما نقوله أحنا ركيزة، غوبير، ركيزة، يعني ركيزة يرتكز عليها. بنجمش مثلا نجي تقول أنا إنساني، أوكي نحن إنسانين، نحن نجم نقوله إحنا كلنا زاد أحياء، فهمت؟ ولكن الأحياء أنواع، هناك عدة أنواع من الأحياء. إذن كما إحنا بشر، إحنا شعوب، عندك الشعوب الشمال أفريقية، عندك الشعوب، إحنا عمرنا ما كنا من آسيا، يعني حتى الطبيعة، الطبيعة يقول، فما قولة معناتها جميلة جدا لأحد الفلاسفة الألمان، يقول لك إن الطبيعة فصلت بين الشعوب والقبائل بأنهر وجبال وقارات لكي لا يطغو أحدهم على الآخر، وزادت على ذلك اللغة والعادات والتقاليد لكي تمنع أي معناتها إمبريالية عالمية للكون، لأن مصلحة البشر أنها يكون مختلف. يعني أنا أحب عندما نروح مثلا منطقة كردستان أكل كردي، نجي شمال إفريقيا ناكل شمال إفريقي، نمشي للعراق ناكل عراقي، نمشي لتركيا ناكل تركي، فما فائدة فهمت أنه نمحيه هذه النجم نقوله الثروة الإنسانية، هذه ثروة إنسانية، اللغات واللهجات والعادات والتقاليد ومعنتها ونتعرفوا على بعضنا، علاش؟ علاش تريد تمحيني؟ المشكلة هذه نتاع معنت أكبر خطأ مثلا الملحدين العرب، هنا ملحدين عرب، ما فين جات ملحدين عرب؟
ما في نجات يعني ملحدين، على الأقل قل المتكلمين باللغة العربية، على الأقل مجلة الملحدين العرب، موقع اللادينيين العرب، في نجات. يعني المشكل اللي الإسلام مع الأسف، مع الأسف الإسلام غرس فينا العروبة قبل الإسلام، قبل الدين، لأن الإسلام هو بحد ذاته إيديولوجية قومية عنصرية تريد أن تقضي على كل الشعوب، وتريد أن تدمج، فهمت ما يسمى بالإمبريالية، أن تدمج كل الناس تحت راية، فهمت، الصحراء ودين محمد. يعني إذن البديل بالنسبة لي، معناتها باش نجيبك على السؤال، هو أن عندما نتخلى على الموروث الديني بصفة عامة، يجب أن نتمسك بالهوية، والهوية أرضنا. وعندما نقول الأرض، هي تنجم تكون حومتي، بيتي أنا، هذا هي الأرض. هذا بصفة عامة، يعني اللاديني اللي ميتمسكش بالأرض بالنسبة لي، أو مثلا جيني واحد مثلا من شمال أفريقيا، ولا مثلا ولا من مصر ولا حاجة، وتلقاه مثلا يدافع على قضية ماهيش قضيته. عندنا شعوبنا، عندنا أطفالنا يموتوا بالبرد، ويموتوا ما نتكلموش عليهم. مظاهرة، سامحني، عندها مظاهرة، باش يخرج مظاهرة في شمال أفريقيا من أجل الفقراء اللي يموتوا بالبرد في الجبال، ما يخرج لك حتى واحد. باش تخرج على واحد، معناتها مئات الوحود يموتوا في شمال أفريقيا أو في أي منطقة أخرى أو في مصر، من واحد حتى حد ما يخرج لك. بينما طفل فلسطيني يموت في فلسطين، فهمت، تخرج عشرات الآلاف ومئات الآلاف من شمال أفريقيا أو من مصر أو من غيرها، دفاعا عن القضية الفلسطينية. خلينا نحلوا مشاكلنا. معناتها أضرب لك معناتها قصة بسيطة. في هولندا في رمضان الفائت، فما بعض الإخوة الأمازيغ طلبوا معناتها مساعدات من بعض الناس باش يعاونوا معناتها الفقراء في شمال أفريقيا، ما خدم حتى شيء. بعد جاء واحد من الأئمة من الشرق وعمل أخي ملايين الأوروات للقضية الفلسطينية. صحيح. يعني مصيبة زرقاء هذه. إذن هذه هي حاجة، التمسك بالأرض والتخصص. والتخصص يعني شنو معناها التخصص؟ خاطر العالم الآن أصبح تخصص. احنا المشكلة علمونا لنعرف كل شيء، أي حاجة تسألوا فيها يقول لك نعرف، مو خاطر الإسلام شامل كامل، القرآن فيه كل شيء، ومحمد يعرف كل شيء، والله يعرف كل شيء، وهما يعرف كل شيء. إذن أي حاجة تسألها له يقول لك نعرفها. هذه نحيها من بالكم، يعني خاطر التخصص عمره ما يجعل التقدم. لازم تتخصص في حاجة، لازم كل شعب منا مثلا المصريين يتخصصوا، احنا نتخصصوا، جماعة الاخرين يتخصصوا، ولا يمنع ذلك ان نتعامل مع بعض مو بعضنا. هذا هي معناتها الاختلاف، احنا نقبلوا بعضنا. توا انا يمكن ما نختلف يعني معك في اشياء، ولكن نقبلك وتقبلني. هذا هو الفكر الانساني المهم، فهمت؟ بالضبط. بالضبط بالضبط يا اخي. يعني ال الحديث بهالمسألة، إن التعريب، مسألة التعريب طويلة. يعني أنا إنسان كردي بصراحة، يعني لا أتقن اللغة الكردية، يعني مثل ما قلت الجمهورية العربية السورية ولا مصر العربية ولا الجيش العربي، يعني أشياء للأسف يعني ورثناها. والمشكلة حتى أبناء الوطن، يعني مثلا أكراد ولا أمازيغ، يعني خسل دماغهم بالعروبة وبالمسألة العروبة، ويدافعون عنها بشكل يعني عجيب. شيء طبيعي. أخي كريم، يعني برأيك كيف يجب أن نتعاون ملحدي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى يوصلوا صوتهم لمجتمعاتهم وأن يكونوا مؤثرين في مجتمعاتهم؟ يعني كيف، شو الطريقة برأيك أنت أنه مسألة التعاون بين بعض حتى يصلوا لمرحلة الوطنية، حتى يتقبلوا كل واحد الآخر، ينفصلوا عن الفكر العروبي، الفكر الإسلامي اللي بنعرفه كلياتنا؟ بالنسبة لي من أول الأشياء المهمة، فهمت، لازم كل ملحد أو لاديني أول حاجة كما قلت يتخلى على فكرة العروبة، ما عادش يتكلمني بالعروبة. العروبة ينحيها من باله. العروبة هي في الخليج، أنا ما عندي حتى مشكلة مع العربي الذي في الخليج، ما عندي حتى، مانيش عنصري ضد العرب، وانما عندي مشكله مع من يدعي ارضي عربيه. هذا هو المشكل مع المستعمر الذي، او حتى الامازيغي الذي يظن نفسه انه عربي. هذه هي مشكلتي. اذا بالنسبه لي كيفاش نتعاون؟ اول حاجه بالنسبه لي ان احنا ليس كثيرين،
احنا كم اللي ينشطون في الحقيقه على الويب؟ يعني فما بعض المغاربه التوانسه والمصريين، يعني هذو هما يعني المعروفين اكثر شيء به، فما بعض من الشرق، فهمت، من سوريا والعراق ومناطق اخرى. اذا اول حاجه فهمت اللي لازمنا نعملوها هو التوزيع. المشكله اللي احنا ما عندناش وسائل اعلام مثلهم هما، ما يسمى العروبيين الاسلاميين عندهم وسائل اعلام شيء لا تتصور على العقل. احنا عندنا انترنت، وانترنت تنجم توصل الصوت. راهو المشكله ليس هما عندهم فكر افضل من فكرنا، لا، لان الفكر نتاعنا ما يوصلش. الفكر نتاعنا احنا ماهوش قاعد يوصل. علاش ما يوصلش؟ على خاطر تلقى المغاربه يخدموا وحدهم، التوانسه يخدموا وحدهم، المصريين يخدموا وحدهم، وما فماش ترابط من بيناتهم. حتى ولو فما ترابط فهو ترابط بسيط جدا وفيه نوعا ما حساسيات. هذه الحساسيات معناتها تتنحى وقتاش تتنحى؟ تتنحى وقتها احنا فهمت نفكروا اللي راهو عندما ينتشر الالحاد في المغرب راهو باش ينفع مصر. احنا الانتشار مثلا نتاع احمد حرقان وغيرهم ومحمد اسماعيل مثلا في مصر ساعدنا احنا في تونس في المغرب في شمال افريقيا. لازمنا نفهموا اللي احنا مازلنا معناتها مرتبطين ما يسمى بهذا العالم العربي الاسلامي الوهمي. واحنا لازمنا نستغلوا ذلك من اجل ان كل مجتمع ياخذ الشخصيه نتاعو. اذا المساله الاولى هو ان في اي موقع، في اي صفحه في الفيسبوك ولا اي موقع، انا مثلا في المواقع نتاعي الكل حاطط المعلومات على كل فهمت البرامج والمواقع اللادينيه نتاع الشرق، ما عندي حتى مشكله، فهمت، هما نفس الشيء. لكن المشكل كما قلنا معناتها قبل الحلقه ان الشرق الاوسط ديما ينظر نفسه انه كل العالم، فهمت، حتى ولو ملحد صحيح يعني دائما يتكلم معك من فوق، فهمت، يعني هو ارض النبوه وهو ارض درشنوة وهو ارض الفكر وهو ارض العلم وهو ارض كل شيء، فهمت. اذا لازم قليل من التواضع، لازم نتواضع، لان لازم يفكر المصري او العراقي ولا اي واحد ولا حتى معناتها اللي من الجزيره العربيه ان قضيه اللاديني في المغرب تخدم مصلحته هو. خاطر احنا كي نتعرفوا يوصل كلامنا، فهمت، يساعدنا. خاطر احنا توا مازلنا تحت الاستعمار هذا نتاع الاعلام، لازمنا نستغلوا هذه المساله ونوسعوا. هذه حاجه. حاجه ثانيه لازمنا نحاولوا باش كيما توا مثلا استدعيتني انت، فهمت، اهلا وسهلا بيك، معناتها شكرا، معناتها نكثروا من استدعاءات بين بعضنا، فهمت، لقاءات بين بعضنا نحكيوا فيها نعرفوا على بعضنا. محمد اسماعيل في الحقيقه ما قصرش في المساله هذه، يعني عمل حاجه كبيره جدا يعني في العالم يسمى العالم نتاعنا، فهمت. اذا انا بالنسبه لي التقارب والتحاور واللقاءات ونحيوا فكره التكبر، فهمت، ساعات مثلا واحد يجي تحكي معاه يبدا متكبر من فوق. علاش تتكبر؟ انزلوا لتحت. المشكله باش نقولها انا حاجه، انا مثلا عندي القناة نتاعي، المشكلة نقول ان الملحدين او اللادينيين يتكلمون بمنطق علمي لا يفهمه الشعب. يجي يكلم لك على نظرية التطور وعلى الفيزياء وعلى الكيمياء وعلى الكون وعلى الوحدة، في مش يفهم الشعب. اذا الشعب اللي هو المهم لمن يبقى؟ يبقى لعلماء الدين، فهمت، يعبيوا لهم مخاخهم كما يحب. اذا سهلوا شويه، سهلوا، احكيوا معاهم بواحد زايد واحد، احكيوا لهم قصص، احكيوا لهم نكت، احكيوا لهم حاجات، يعني عملوا لهم عمليه ترفيهيه. هذا شعب عادي، عامه الناس يحبوا قصص عاديه، فهمت. هذاك علاش انا الاسلوب نتاعي هو اسلوب نوعا ما ديني، اسلوب نوعا ما ديني، يعني وقت نحكي مع الطرف المقابل نحكي معاه على حسب كيما الاسلوب الديني. شوفها انت كيفاش الائمه نتاعهم، يبدا يحكي لهم ونكته وكذا وهو كلام فارغ، فهمت. اذا الملحدين ديني معناتها يزيو الدكتور الفلان، يزي لا دكتور ولا القاب ولا استاذ ولا حد شيء، احنا كلنا بشر، احكي معاه كيفي كيف. نحيوا معناتها شويه اللي انتم معناتها تعرفوا الاخرين جهال، لا ما هم جهال، لا مجهل ليهم، جاهلين هم، شعوبنا ما هي جهال. ويزيو معناتها من اتهام
الشعوب بتاعنا انهم حمير وانهم جهال وانهم كذا. عمرك شفت واحد مثلا يجي يقول على الشعب هكاك؟ ما يجيش. فهمت؟ معناتها الناس، معناتها البرامج والاعلام هو اللي يجعلهم يشوفوا كان من جهه واحده. اذا احنا لازمنا نحكيو ونشجعوا بعضنا ونقفوا مع بعضنا. قديش من واحد مثلا بدا ووقف، علاش؟ على خاطر ما فماش تشجيع بصراحه. شيء معناتها شيء ينطق يعني، فهمت؟ تلقاهم هما المسلمين، تلقى مع الاسف اللادينيين والملحدين يوزعوا الفيديوهات الاسلاميه اكثر من توزيعهم للفيديوهات اللادينيه. بالضبط. سامحني الواحد النقوز تنرجع. يعني بصراحة مثل ما قال الأخ كريم، يعني التعاون مهم، وأنا أحيي الزميل إسماعيل محمد بصراحة على البطلة، برنامج رائع، وقدر يوصل صوت الملحدين يعني لكثير من الناس، لجمهور كثير واسع. بالمناسبة على كل حال، راح في اللينكات بتاع الأخ كريم وحركة شمال أفريقيا وكل لينكات راح نحطها تحت الفيديو، مشان اللي بحب يطلع يرجع يطلع عليها. أخي كريم، في عنا سؤالين أو ثلاثة بقيانين أظن، أربعة، فبدك تتحملنا يعني. لا، ما في حتى مشكلة. في سؤال عندي هون بيقول: هل تريد أن يفهم الناس أنهم يعبدون وهما، وأنهم أصبحوا في ذيل الأمم بسبب ذلك الوهم، وما الدافع الذي يجعلك تريد ذلك؟ تفضل. شيء طبيعي. المشكل الكبير ان السبب التخلف متاع هذه الافكار الموروثه المنقوله، الذي احنا مناش يعني مع ان فيها كما يقول معناتها ابن خلدون: من يتبع التقاليد، فهمت؟ فهو لا يتبع الاموات، بل هو ميت. بالضبط. واي حضاره الكون يقوم على ما يسمى بالتطور. أي فكر لا يتطور فهو يتأخر. احنا ما نش نطلب منهم مثلا باش يتخلاو على الإيمان متاعهم، لا، احنا نطلب منهم باش يتخلاو على الأفكار اللي تمنحهم التقدم، منها الأفكار متاع مثلا عدم قبول الآخر، منها الأفكار الإرهابية سواء كانت الفكرية أو الجسدية. هذوما أشياء جدا مهمة. أما بالنسبة لله، في الحقيقة لو نعود إلى مسألة الله، ومعناتها لا أريد أن أطيل، فكرة الله عبر التاريخ تطورت كثير. يعني الإنسان كلما يزداد وعيا كلما يطور فكرة الله لديه. إذن هذا ما يسمى الله، فهمت؟ يعني الآن في الوقت الحاضر يمكن أن تفهمه بمفهوم آخر، مش لازم تقعد تفهم فيه ديما بنفس المفهوم اللي فهمه محمد عنده 1400 سنة، إنه دوران حول الكعبة وضربان بالحجر حول الشيطان. يا سيدي، أؤمن المشكلة اللي المسلمين، هذه مشكلة كبيرة، إنهم يظنون إن هناك إله هو إله الإسلام. يجي مثلا المسلم باش يناقش معاك يقول لك: أعطيني نثبت لك موجود فما الله. يا ولدي، الله هو الحاجة، كلمة الله هو إله العرب، الكلمة يعني الله لا يترجم، هو اسم عالم، فهمت؟ كيما زوس، كيما آمون، كيما غيره، هو اسم عالم. الاسم الحقيقي هو الرب. الرب هو الذي يترجم خدا بالفارسية ولا حتى بالكردية خدا. يترجم ديو، خود، جود، هو الذي يترجم، فهمت؟ إذا حاول مع المسلم يسخايب، يعني فما كان الله هكا هو، ما يشوفش حاجة أخرى، فهمت؟ ما يشوفش حتى حاجة أخرى، يعني يسخايب روحه كيف شي يقنعك اللي الله موجود، يعني بالطبيعي أنك تكون مسلم، وهذا ليس صحيح، لأن هناك آلاف 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 الآلهات. يا سيدي، نجم كل اللي خلقونا مخلوقات فضائية، نجم اللي يكون خلقنا التنين الأحمر. يجي واحد مثلا مسلم يقول لي: مالا شكون خلقنا؟ نقول له: الفراشة، التنين الأحمر اللي ما تعرفوش، فهمت؟ السنافر خلقوني، أي يجي نبدأ من هنا النقاش. لهذا لا يمكن أن نحارب الآخرين في فكرة الله. أحنا كملحدين أو لدينيين بصفة عامة ما لازمناش نحاربوا
فكره الله، لان فكره الله هي موروث انساني، فهمت؟ موروث انساني من الصغر متاعنا، وهي في الحقيقه معناتها تربينا عليها على اجيال 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 اجيال. اذا ماذا نبدا؟ نبدا بما قيل عن الههم، ما قيل عن الله، هذا هو الذي يناقش. يعني ما تجيش مثلا واحد تقول له فهمت الله مش موجود ولا، يا سيدي امورك، انا نؤمن بان الله هو الطبيعه، انت تؤمن به ان الله قاعد فوق العرش، ايش علينا في هذاك الشيء؟ ولكن اعطيني ماذا قال ربك وماذا قال ربي؟ انا ربي هو عقلي، انا ربي هو العلم، انا ربي هو الحضاره، انا ربي هو الانسانيه. اذا لازم الانسان ننتقل بهم من مرحله الوهم، لان الايمان باله، فما قوله تقال ان لو تصورت بقر الله لتصورت له قرنان، فهمت؟ وفما قولة أخرى تقال لو كنا في إيران لقيل لنا إن جهنم مملوءة بالقطط، فهمت؟ بشي خوفونا كان جينا احنا في إيران، راه النبي بتاعنا جي يقول لنا راهي جهنم معبية بالقطط، راه تمشي غاديك شو يقطعوك، فهمت؟ إذن لازم يفهموا، يفهموا، نحاولوا باش نوصلوا الفكرة. راهو هو علاش مثلا حتى يطرح سؤال، علاش محمد مثلا اخر الرسل بالمفهوم اخر الرسل، يعني ما عرفوش عليه جاء ولا جاش، يعني لان البشريه فكره هذا الدين ما عادش تقبلها، لان مستوى الوعي، المشكله اللي احنا المجتمعات نتاعنا عايشين تناقض من بين مستوى الوعي نتاعو والمعتقد نتاعو، فلهذا تلقاه يخاف، عايش في رعب، عايش في رعب من بين شنو يقول له مخه وشنو ما يقول له الموروث. اذا انتم تنجموا تؤمنوا باله طيب، اله معناتها اخلقوا انفسكم اله، فهمت؟ يكون في مستوى التطور الانساني. والذي يحارب هو هذا الاله الهمجي، هذا الاله الذي جاء من الصحراء، هذا الاله الذي لا يعرف الا الدم والارهاب ولا يعرف الاختلاف، فهمت؟ يحارب اي اختلاف مهما كان. اذا محاربه، السؤال متاعك، محاربة الوهم ليس واجب بل ضرورة، لأن حطها في بالكم كان مناش باش نحاربوهم وكان ما همش باش ينتهي، رانا البشرية كاملة باش تنتهي، هذه مسألة مفروغ منها، فهمت؟ هذا مرض سرطاني، فهمت؟ يا أما يقضي علينا يا أما نقضي عليه، ولكن سوف يتم القضاء عليه عاجلا أم آجلا. هذه مسألة لا نقاش فيها، الإسلام انتشر بالسيف وسوف ينتهي بالفيسبوك. بالضبط بالضبط، يعني مستحيل، يعني الإسلام أصلا غير ملائم للعصر، يعني فكل شيء غير ملائم للعصر راح إلى زوال، يعني بكل بساطة. يعني الإسلام هو مجموعة من القيم اللي انتشرت في القرون الوسطى ومستحيل تنتقل القرن 21، يعني مع انه كل الديانات كانت في القرون الوسطى وبقيت في القرون الوسطى، يعني ما بقي منا الا الاشياء اللي خلينا نقول روحانيات، يعني ممكن يعني تتعايش مع العصر. كل الاديان تتطور، المشكله للاسلام خاصه الاسلام الرسمي انه جعل له حدودا حمراء، اي واحد يخرج عليها يعتبر كافر، فلهذا قضى على نفسه بنفسه بغلق باب الاجتهاد، فجعل لنفسه انه لا يستطيع ان يتطور. انا نقول الاسلام سوف ينتهي، الاسلام الرسمي سوف ينتهي، لكن الاسلام المذاهب كما نقولوا احنا الاحمديه والصوفيه هذاك سوف يبقى، لان هذيك لم تجعل خطوطا حمراء. اما الاسلام الذي سوف ينتهي هو الاسلام الرسمي السني والشيعي الممثل بقم والنجف والسعوديه ومصر، هذا هو الذي سوف ينتهي. تفضل. عندي سؤال هون، ماذا تقول للناس للملحدين الذين يخجلون من إجهار إلحادهم، وكمان اللي بيخاف، يعني الخائفين والذين يخجلون، في ناس بتخاف وناس بتخجل، فشو بتقول للجوز هذول الخائفين ولا خجلانين؟ يعني بصراحة معناتها صراحة 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 معناتها بالنسبة لي، يعني نجم نقولوا يؤسفني حالهم، لأنهم يضيعون حياتهم، فهمت؟ حياتهم الوحيدة التي يؤمنون بها اللي هي هذه الدنيا،
يضيعونها، فهمت؟ ولا يعيشون كما يريدون تحت طائل احترام العائلة، احترام الأهل، احترام هذه التقاليد والعادات، فهمت؟ وراهم بالعمل متاعهم هذا هما دعم للإسلام، لأنهم لازم يعلموا اللي عندما ما يعلنوش إلحادهم راهم، فهمت، محسوبين على المسلمين، محسوبين على المسلمين، وخاصة 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 ما يسمى باللادينيين الموجودين في أوروبا وخارج الدول العربية. أنا أتعجب في هؤلاء من أمرهم، أتعجب يعني كل القوانين، يعني ليس لهم أي عذر، فهمت؟ كل القوانين وكل الظروف تسمح لهم أن يقولوا إنهم غير مسلمين، بل هم يواصلون ويحسبون حتى ما ترى قولهم اللي هم مش مسلمين سوف يغير وجهة نظر المجتمع الغربي أو المجتمع اللي عايشين فيه للي عندهم، نقول وإحنا المظهر اللي جاي من الدول الإسلامية. طيب مثلا أنا وقت يشوفوني يحسبوني على أساس أني مسلم، كل مكان أذهب، حتى مثلا أذهب أشتري ساعات، أشتري خنزير مثلا، نفترض تجيني الوحدة اللي تبيع تقول لي هذا يراه خنزير، انتبه، ونقولها شغلك، أنا مانيش مسلم. بالضبط، فهمت؟ لازم في كل مكان، أنا في الأول هكاك يعني في كل بلاصة، حتى الآن كل أصبحوا يعرفوني اللي أنا مانيش مسلم. إذن هوني في المنطقة متاعي ولاو يفرقوا، وقت يشوفوا واحد عنده المظهر متاعي أنا، مثلا مظهر اللي يعطي شمال أفريقي، يقولوا له أنت مسلم ولا مش مسلم، باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا معاه. وخصوصا عندك لحية بسيطة يعني. لا كانت عندي لحية طويلة، الآن نحيتها. طيب نعم. أخي كريم، ما هي رؤيتك لمستقبل الملحدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ يعني كيف ترى مستقبلهم في المستقبل القريب والمستقبل البعيد؟ في الحقيقة رأوا ما يسمى الإلحاد أو اللاديني، أنا ديما نتكلم عن اللاديني لأنه يشمل أكثر، فهمت؟ خاطر فما كثير لا أدريين، وفما ربوبيين، وفما كثير. أنا أتكلم بصفة عامة على الذي خرجوا عن الإسلام بصفة عامة، فهمت؟ رأوا عددهم معناتها ما تنجمش تتصور بالك. أنا مثلا أخيرا فترة عندها تقريبا سنة معايا في الفيسبوك 2 أشخاص، مرأة وراجل، فهمت؟ كل واحد يقول لي أنا ملحد ولكن ما نحبش نقول لزوجتي، وهي تقول لي نفس الشيء. في الأخر اكتشفت اليوم متزوجين مع بعضهم. واو. عايشين وكل واحد خايف من الآخر، فهمت؟ إذا الإلحاد الحجم متاعه كبير جدا، أو اللادينيين الحجم متاعهم في الشرق، لكن المشكلة القوانين والتقاليد والعادات التي تمنع من الجهر بالإلحاد هي سبب أن تخلي الملحدين واللادينيين غير معروفين، وهذا الخوف، هذا الخوف اللي موجود. أنا بالنسبة لي كما قلت أنت قبليك، الإسلام الرسمي هو إسلام، فهمت، غير معناتها ضد الطبيعة وضد التطور وضد الإنسانية، ويجب أن ينتهي ولازم أن ينتهي، وهذه مسألة طبيعية وسنة كونية، هذه مسألة أنا نقاش فيها. بالنسبة لي القضاء على الأديان سوف يكون من العالم متاعنا، القضاء على كل الأديان، لأن بالقضاء على الإسلام سوف تنتهي كل الأديان السماوية، خاصة المسيحية واليهودية وغيرها من الديانات هذه، خاطر الديانات الأخرى من الشرق الأقصى الطاوية والهندوكية هي ديانات نجم نقوله ما عادش عندها معناتها تأثير على خطر. المشكلة اللي كل الأديان توا في العالم، عندما نحكي أنا مع هندوكي ولا ديما، الدين نتاعو يجي في المرتبة الثانية بعد إنسانيته، إلا الإسلام فهو يقدم دينه على إنسانيته. صحيح. إذن بالنسبة لي القضاء على الأديان، الثورة اللادينية الإلحادية التي سوف تقع في العالم الإسلامي، فهمت، سوف لا تقضي على الإسلام في العالم الإسلامي فقط، وإنما سوف تقضي على الإسلام على الأديان في العالم. هذه وجهة نظري. بالضبط. يعني أنا تقول الثورة التي ستقع، أنا برأيي هي الثورة بدأت، يعني ثورة الإلحاد بدأت، يعني خليني أقول أنا أسميها الثورة الصامتة. الثورة الصامتة. الثورة صحيح، يعني الثورة اللي بدأت صامتة، صحيح مثل ما قلت.
يعني برأيي إنه بدأت هي يعني، والعقود المقبلة راح نلاقي نتائج كثير ملموسة لها. شيء طبيعي. أنا بتشكرك كثير أخي كريم، ويعني بس في كلمة أخيرة إذا بتريد تقولها للملحدين ولمتابعي البرنامج هذا. تفضل. كلمة أخيرة، عش حرا، عش حرا، فهمت؟ ولا معناتها تمد ذليلا، يعني عش حرا، عش واقف، عش حياتك، راهي هذه هي الحياة نتاعك، عيش جنتك في دنيتك. فما قولة، هي قولة صوفية يعتبر حديث ضعيف، يقول لك من لم يعيش جنته في دنياه لن يعيشها في آخرته. إذا عيشوا الجنة نتاعكم في الدنيا هذه، وتحرروا من التقاليد، وتحرروا من الأفكار المسبقة. راهي الدول نتاعنا من أغنى الدول، فهمت؟ والنجم نرجعوها، فهمت، جنة فوق الأرض، فهمت؟ غير نقبلوا بعضنا ونقبلوا الآخر ونحترموا بعضنا كشعوب وكمناطق وكإنسان، لأننا بهذه الطريقة فقط، بهذه الطريقة يمكن أن نشارك البشرية في إنسانيتها. هذا ما عندي مقول. بالضبط أخي، أنا كمان أضم صوتي إلى صوتك. يعني نحن لازم نتحرر، حاج يعني حاج حاج نافق ونقول والله يعني عيب، والله مشان مشاعر الآخرين واحتمال مثلا ينصدموا. لا، خلينا نكون واقعيين ونقول مين نحن، يعني على الأقل يعني نعيش حياتنا كما نريد. يعني أنا ملحد وصرت مسلم منافق كما قلت أخي. مسلم منافق. بالضبط، يعني مسلم منافق. بكل حال أنا بتشكرك كثير أخي كريم، وشكرا أعزائي المشاهدين، ويا ريت تشتركوا معنا بالإجهار بالإلحاد. يعني أهلا وسهلا فيكم بأي شخص يريد أن يعلن إلحاده عبر البرنامج هذا، أهلا وسهلا فيه، بس يراسلنا يعني رسالة للرسالة على الخاص، وأكيد نحن بنرد عليه ونحدد موعد مشان نسوي لقاء. شكرا كثير أخي كريم. شكرا. يلا سلامات. مع السلامة.